الكرييتيف بلوك هي حالة سلبية بيمر بيها ناس كتير، وبرغم من الطقوس والحاجات اللي بنحاول نعملها علشان نبعد عن الكرييتيف بلوك، بنلاقي نفسنا برضو ستيل في حاجز بيننا وبين الحاجة اللي احنا نفسنا نعملها. الكرييتيف بلوك او الزنقة الابداعية مشكلتها ان هي ملهاش قوانين وملهاش مواعيد وملهاش باترنز، حتى هي ممكن تيجي تقعد ساعة، ممكن تقعد يوم، وممكن تطول وتبقى حالة الواحد عايش فيها ومش عارف يخرج منها خالص. انا شخصيا بعاني جدا من موضوع الكرييتيف بلوك ده في معظم الاوقات، وحياتي بقت شبه صراع دائم ما بين ان انا اخرج من الكرييتيف بلوك وما بين ان انا احاول استمر في ان انا افضل بره الكرييتيف بلوك وما بين ان انا اخش تاني واقعد واحاول اطلع وهكذا. عشان كده انا دايما بحاول ان انا ادور على طرق واحاول ان انا اخرج بره الزنقه الابداعيه واجرب حاجات مختلفه واشوف الناس بتعمل ايه. ففي الفيديو ده انا هتكلم عن 4 حاجات انا بحاول اعملهم، بحاول لما اكون عايز اخرج من الزنقه الابداعيه او اتفادى الزنقه الابداعيه عموما. اول حاجه هي طريقه التفكير نفسها، هي حاجه في المايند سيت بتاعنا وطريقه تفكيرنا والتعامل مع الزنقه الابداعيه عموما. المشكله ان دايما لما بنقع في الزنقه الابداعيه ونخش في الليمبو او في البلاك هول بتاع ان احنا مش عارفين نكتب حاجه او نالف او نرسم او نعمل اديتنج للحاجه اللي احنا عايزين نعملها، الموضوع ده بيخش جوه دماغنا وبيبدا يقول لنا حاجات زي انت اصلا فاشل، انت اصلا ما بتعرفش تعمل الحاجه دي، انت اصلا مش كويس في الموضوع ده. طبعا بغض النظر الافكار دي كلها سلبيه وبتاثر على الواحد، لكن دي مش الحقيقه. الحقيقه هي ان الكرييتيف بلوك هي مرحله وبتعدي، ممكن المرحله دي تطول شويه، ممكن الواحد يخش فيها كتير، لكن هي في الاخر هي بتعدي وملهاش اي علاقه بان الشخص ده كويس او وحش او فاشل او مش فاشل او اي حاجه. هي دي المشكله، انه غالبا لما بخش في كرييتيف بلوك ببدا اخاف وببدا اشك في نفسي وابدا اسال طب هو انا اصلا المفروض اعمل الحاجه دي اساسا ولا دي علامه ان انا خلاص فشلت فيها. فلما نبدا نفكر في الكرييتيف بلوك بالشكل ده هيخلينا نحط الموضوع في مكانه او نديله حجمه. تاني حاجة بحاول اعملها هي الكتابة المستمرة. انا بشوفها ان هي حاجة وقائية وحاجة بتأهل الواحد وبتخلي دايما عقله ومخه جاهز ان هو يتعامل مع الزنقة الابداعية لما تيجي. في كتاب بحاول اقراه دلوقتي لسه مخلصتوش، اسمه The Artist Way. هو كتاب كذا حد رشحولي، والكاتبة الحاجة الأساسية اللي هي بتتكلم عنها في الكتاب ده هو الكتابة المستمرة المستدامة كل يوم. هي بتتكلم عن الكتابة كأداة للثيرابي عموما، وإن الواحد يعني يتعود إن هو يعبر عن نفسه والحاجات دي، بس أنا ببصلها إن هي فعلا طريقة إن الواحد يكون مخه دايما شغال ان هو بيعبر عن حاجة، بيكتب حاجة، فمخه اوريدي طول الوقت متعود ان انا مش مزنوق. جوليا كاميرون اللي هي الكاتبة، الموديل اللي هي بتقترحه يعني ان الواحد يكتب كل يوم 3 صفحات الصبح. الموضوع ده المفروض يستمر ويبقى شغال طول الوقت بغض النظر عن الحالة اللي الواحد فيها، سواء حالة كويسة حالة مش كويسة سلبية ايجابية، ان الواحد كل يوم الصبح يكتب 3 صفحات عن اي حاجة باي لغة باي صيغة عن اي موضوع، مش لازم يكون ليها اي هدف ولا اي حاجة غير ان القلم يتحط على الورقة ويبدأ يتحرك. يعني حتى هي بتقول ان في خلال الكتابة لو انت مش عارف تكتب ايه قول اكتب انا مش عارف اكتب ايه دلوقتي. انا شخصيا بحاول اني اعمل الموضوع ده، بس هو صعب يعني، ساعات بعمله ساعات مش بعمله، ساعات بواظب عليه ساعات مش بواظب عليه. فده بيفيد لما بنخش في الزنقة الابداعية، مخنا غصب عنه هيقول لنفسه هيقول لنا ان انا لا، ما انا بعرف اشتغل، انا بقالي شغال بقالي 3 شهور بقالي 4 شهور متعود على الكتابه، متعود على ان انا اخرج حاجه من جوايا. ثالث حاجه بحاول اعملها لما اكون في مرحله الكرييتيف بلوك او الزنقه الابداعيه هي اني اعمل الحاجه اللي انا مش عارف اعملها، بغض النظر ان الجمله دي فيها تناقض واضح جدا، بس اللي انا قصدي عليه هو لان الحاله دي هي حاله سلبيه جدا فلازم احنا يعني نحاربها بشكل ان احنا نعمل حاجه ايجابيه. مش بقول ان احنا ننزل نتمشى ونروح الجيم والحاجات دي، وهي ممكن تكون فعلا طرق كويسه ان الواحد يخرج نفسه من الحاله دي، ولكن الفكره في اجبار ان الواحد يجبر نفسه انه يعمل الحاجه اللي هو مش عارف يعملها. فانا لو انا في بروجكت اديتنج واقف معايا انا هزق نفسي اني اعمله او على الاقل ابداه، حتى لو هرميه في الزباله بعد كده، بس على الاقل هيبقى عندي حاجه ارميها في الزباله، او هيبقى عندي حاجه اظبطها، او هيبقى عندي حاجه مش حلوه فهعمل حاجه تانية غيرها. الحاله بتاعت ان انا بمشي لقدام او ان انا بزق نفسي او ان انا بحاول تاني، نفس زي الكتابه، بحاول انا اثبت لنفسي ان انا بعرف اعمل حاجه وبعرف اشتغل حتى لو الحاجه دي مش حلوه، دي من احد الحاجات اللي بتسرع البروسيس بتاعت ان الواحد يخرج من الزنقه الابداعيه عموما. فهي تاني، هي انا بجبر نفسي اني اعمل الحاجه عشان اثبت لنفسي اني بعرف اعمل الحاجه اللي انا مش عارف اعملها دي.
رابع حاجة بحاول أعملها لما أكون في مرحلة الزنة الإبداعية هي إني أعرض نفسي لمعطيات بصرية وسمعية مختلفة، أسمع، أتفرج، أقرأ الحاجات اللي بنتفرج عليها إحنا، أو الحاجات اللي بنتعرض لها عموما. يعني إحنا مبقاش عارفين الإنسبريشن بتاعها فين، أو الحاجة اللي هتعمل معانا كليك هي هتكون أنهي حاجة بالظبط. ممكن تبقى فعلا لحن حتة، يعني 3 ثواني من أغنية في لحن معين يخلي الواحد يبقى عايز يعمل حاجة تانية، او يخلي الواحد عايز يجرب حاجه مختلفه، وتكون هي دي الخطوه الاولى ان هو يخرج بره الكرييتيف بلوك. وانا شخصيا مش مع فكره انه لا ابعد نفسك عن المؤثرات الخارجيه ومتاثرش بالافكار والحاجات التانية اللي انت بتشوفها، عشان ده هياثر على فكرتك اصلا اللي انت بتحاول تعملها. انا في الاخر هو الافكار اللي في العالم كلها بتلف على الناس كلها، وكل واحد بياخد الفكرة ويعمل بيها اللي هو عايزه، بيعمل بيها حاجة بتعكس شخصيته بتعكس رؤيته. فبالعكس يعني المعطيات اللي بنشوفها والحاجات اللي بنشوفها وبتسمعها في الآخر هي بتكون جزء من تكوين الحاجة اللي احنا هنعملها بعد كده. بس فدول الـ4 حاجات اللي انا بحاول اعملهم شخصيا لما اكون في الزنقة الابداعية: تغيير طريقة التفكير، الكتابة، عمل حاجة في البتاع في صلب الحاجة اللي انا مش عارف اعملها، وان انا اسمع واتفرج على حاجات كتير. وبس كده، سلام.